وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بخصوص استيضاح سياسة الحكومة حول تغيير معاشات ومكافآت التقاعد، وقرر المجلس مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 ميلادية بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة الموقرة. بعد أن أخذ حقه من النقاش في الأسابيع الماضية، قرر مجلس النواب اليوم وبإجماع أعضائه أن يوافق على مشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وإحالته إلى مجلس الشورى، في حين أبدى المجلس موافقته أيضا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل أحكام مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الكهرباء والماء، وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة. مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، القانون الحالي مضى عليه مدة طويلة من الزمن، استجدت أمور خاصة في قضايا التعاملات المعاملات الإلكترونية، مما استوجب قيام الحكومة بتقديم مشروع قانونها من أجل تحديث القانون القائم والاستفادة من كل ما استجد على ساحة المعاملات الإلكترونية في تضمينها في هذا القانون. اليوم المجلس أقر مشروعين بقانون مهمين. المشروع الأول هو يختص بالمعاملات الإلكترونية، وهو وضع ضوابط للمعاملات الإلكترونية بحيث تحفظ للمتعاملين الإلكترونيين حقوقهم في هذه المعاملات وسد فراغ تشريعي في هذا الجانب. المشروع الثاني وهو الأهم أتوقع، وهو عندما يستخدم المواطن الكريدت كارد أو الفيزا كارد يحتسب بعض التجار الرسوم هذه المعاملات على المواطن، أي يأخذ منها نسبة 3% زيادة، وعندما يدفع نقدا لا يأخذ من هذه النسبة. الآن هذا المشروع يوقف هذا الموضوع ويجعل التاجر هو يتحمل هذه التكاليف، واعتقد ان هذه المشروعين سيخدمون المواطنين ان شاء الله، ونتمنى ان يقرر من قبل مجلس الشورى. وفيما يتعلق ببند الأسئلة، فقد تم توجيه 17 سؤالا للحكومة استعرضت خططها واستراتيجياتها. كان طبعا السؤال لاستيضاح استراتيجية الطفولة. طبعا نتقدم سعادة الوزير وزير العمل والتنمية بشرح وافي لاستراتيجية الطفولة، ولكن ما كان ينقص الإجابة هي منجزات الاستراتيجية من عام 2013 إلى يومنا الحالي. نشوف الممارسة هذه كان المفروض يدر مبالغ كبيرة على مملكة البحرين، يعني ما يقارن المناطق اللوجستية وتنظيم قام الوزير بتنظيم المناطق الصناعية بما يعود بالنفع على مملكة البحرين ويصفي في الاقتصاد الوطني. فاحنا كنا نتمنى أن يكون هذا الممارسة مدخل خير للبحرين، يدخل ما يقارب 1.5 مليار أو أكثر لو استخدم الاستخدام الأمثل. في ختام الجلسة تم تأجيل تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة حول أوضاع الرياضة والرياضيين لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.